خلال عطلة عيد العمال في الصين لعام 2021، تشهد السياحة إلى الأماكن البعيدة ولمدة طويلة نسبياً ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة السياحة بين المقاطعات. وفقاً للإحصاءات ذات الصلة، يفضل حوالي 70% من الزوار السياحة بين المقاطعات. ومن الملاحظ أيضاً الإقبال المتزايد على السياحة العائلية، فأكثر من 30% من الأشخاص الذين قاموا بالحجز للسياحة يسافرون مع أطفالهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 今年五一实际上我们是非常乐观的，四月份以来我们看到每一个周末来酒店的客人会暴涨，而且很稳定，到处都是出来的亲子游。 في السنوات السابقة ركزت السياحة بين المقاطعات على السياحة الجماعية لوكالات السفر، لكن خلال عطلة عيد العمال لهذا العام فضيت السياحة بين المقاطعات عن طريق استئجار السيارات والقيادة الشخصية بإقبال كبير، وزادت الحجوزات لطلب استئجار السيارات خلال العطلة بنسبة 126% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، و90% منها تقريباً بغرض السياحة بين المقاطعات. كما ارتفع حجم استئجار السيارات في مدن مثل سانيا وتشاندو وهايكو وغيرها بشكل كبير. 目前来看，其实90%租车的出行都是跨省的这样的一个订单，比如说喀什、乌鲁木齐、拉萨等几个城市租车订单的增长量都是在200%以上。 ومن حيث النشاط السياحي، تعد المتنزهات الترفيهية وحدائق الحيوانات والنباتات والمتاحف وقاعات المعارض من المواقع السياحية التي تشهد ازدهاراً أكثر خلال عطلة عيد العمال لعام 2021. وتعد الأنماط السياحية ذات النشاطات المميزة مثل الاستمتاع بالزهور والمناظر الخلابة وزيارة الجبال والأنهار والمعالم المشهورة هي الأكثر رواجاً بين السياح خلال العطلة، ودائماً ما تستغرق من 4 إلى 6 أيام. وفي هذا السياق أطلقت وكالات السفر في الصين المزيد من المسارات السياحية ذات النشاطات الخاصة. 今年的话，我们看到新疆景区近期的咨询量也是非常高。四川的也是因为三星堆嘛，咨询量大概是正常的5倍左右。我们可能会在产品的这个设置上面会更加的突出一个主题性。 تزداد أسعار الإقامة مع ارتفاع حماسة الزائرين. وفقاً لبيانات صادرة عن العديد من منصات الإقامة المحلية، فإنه خلال عطلة عيد تشينمين هذا العام بلغ متوسط السعر لإقامات المنازل 941 يوان، بزيادة قدرها حوالي 240% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتتمتع الشقق المؤلفة من غرفتي نوم والنزل الجيدة والفيلات وغيرها بإقبال أكبر لدى المستهلكين. 整体系统下的话，现在的一个订房率在五一期间应该是已经达到了85%以上。从3月份开始，然后到现在，整个的回暖的情况还是比较乐观的。